تجربة مميزة. احنا سعداء بافتتاح المدارس دي، اتعملت في زمن قياسي الحقيقة لخدمة، حضرتك عارف سوق التعليم المصري بيخدم أعداد كبيرة جدا، حوالي 22 مليون من ولادنا ليهم احتياجات مختلفة، وأولياء الأمور ليهم تطلعات مختلفة في مستقبل ولادهم، فبنحاول نعطي فرص لكل هذه الأذواق وكل هذه الاحتياجات. مدارس فيها شراكة بين الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وبين رابطة المدارس الخاصة والدولية، هم بيحاولوا يعملوا عمل مجتمعي يساهموا بخبراتهم في الإدارة، بخبراتهم في الاختيار وتدريب المعلمين وتنظيم مدارس عالية الجودة. وحققنا الشراكة دي، طلعت منتج بجودة عالمية بأسعار نعتقد أنها مناسبة جدا لما يعني بياخدوه الولاد في المدارس.